بكم في الجزء الثاني من فيديو سلامة الأطفال والمراهقين في المؤسسات التعليمية. نستمر باستعراض أنواع المخاطر التي قد تكون موجودة في هذه المؤسسات ويتعرض لها الأطفال، ولا زلنا نتحدث عن دور الحضانة ورياض الأطفال. نتكلم الآن عن الحمامات التي برأيي تعتبر من أهم مكامن الخطر في المؤسسات التعليمية. أول شيء نتأكد من أن الحمامات الموجودة توفر الخصوصية للطفل من حيث الأمان، أن الباب ما يقفل ويقفل الطفل على نفسه من الداخل وصعب إخراجه، بس بنفس الوقت يوفر الخصوصية للأطفال ويفضل الفصل بين الأولاد والبنات، وأنا أجدها موجودة في أكثر المؤسسات هنا في عمان، وهذا شيء جيد جدا في الحقيقة. ما معقولة إحنا نعلم أطفالنا على الخصوصية ونحاول أن ندربهم حتى يمنعون وقوع التحرش عليهم، وأنه هذا جسمك وملكك، ما يصير حد يشوفك، ما يصير حد يلمسك، وفي نفس الوقت يروح للروضة أو للحضانة ويكون الحمام بابه مفتوح. أنا شفته في بعض المؤسسات، أنا كنت زائرة للمكان وشفت الأطفال في التوايلت جالسين والباب مفتوح يعني لأي أحد يشوف، وكان في أولاد وبنات. ففي السيناريو اللي هو جيد وفي سيناريو سيء جدا، ما أعتقد أي أهل يقبلون أن أولادهم يكونون في هذه الحالة، لأن هي أصلا تعطي رسالة معكوسة للأطفال، هل هم لهم خصوصية ولا ما لهم، عدا أنه موضوع التحرش وغيره إذا وقع، لأنه بسهل يقع في هالحالة، لكن هو الطفل كتربية وكرسائل اللي يريد نرسخها في باله. مهم جدا الخصوصية، النظافة والتعقيم، المكان نظيف وقابل للتنظيف، بمعنى أنه الأسطح كلها ملساء قابلة للتعقيم، ما فيها خشب اللي ممكن أنه تدخل بالميكروبات والجراثيم وغيرها. بين من الريحة من الشكل، لما نروح نزور المكان نفتش عليها، من حقنا أنه نفتش عليها ونتأكد أنه نظيفة. هل الأرضية زلقة؟ أيضا هذه مهمة جدا، لأن الأطفال كثير أكيد يكون في ماء بالأرض من الاستخدام، فممكن الطفل يسقط ويسقط على أجسام صلبة جدا موجودة في الحمام، تؤدي إلى ضرب الرأس أو أماكن حساسة بالجسم وتؤدي إلى إصابات خطيرة بالحقيقة. توفر المياه والصابون وإمكانية تجفيف اليدين مهم، يعني إحنا نعلم الأطفال غسلوا إيديكم، لكن الصابون ما موجود أو المياه مقطوعة أو ما يقدر الطفل ينشف إيده فيكره أنه يغسل لأنه يكره أنه الماء يبقى على إيده. هل موجود هذا في كل الحمامات؟ هل ارتفاع المغاسل والمقاعد للتوايلت مناسبة بالنسبة للأطفال؟ هذا مهم جدا. وأجد أيضا هنا للأمانة، أجد أنه أغلب الأماكن تأخذ هذا الجانب بنظر الاعتبار، وهو شيء إيجابي جدا. أماكن تبديل الملابس بالنسبة للأطفال، يعني المنصات اللي يخلون الأطفال عليها لما يبدلوا يغيروا ملابسهم، هنا نتأكد هل ارتفاعها مناسب. أكثر شيء نتكلم عن دور الحضانة هنا بالحقيقة، هل هي ثابتة غير متحركة مثبتة جيدا، هل هي توفر خصوصية للطفل؟ أيضا الطفل إحنا نغير للحفاظ، ما معقول أنه أي شخص مستطرق ممكن يشوفه، المفروض أنه يكون خصوصية فقط لمقدم الرعاية وللطفل. في نفس الوقت يجب أن تكون هنالك كاميرات، يمكن ما موجهة تماما على الأطفال بس موجهة بشكل عام على المكان، تضمن عدم دخول ناس غير مرغوب بهم، تضمن أن مقدم الرعاية لا يصرف وقت مبالغ به مع طفل معين أو لا يقوم بأشياء غير مناسبة تجاه الطفل، يقوم بالتغيير الحفاظ أو الملابس وتنظيف وتعقيم الطفل بشكل صح باتباع الإجراءات الموصى بها في المؤسسة التعليمية، وثم يغادر المكان، لأن الانفراد بالطفل لفترات طويلة مؤشر خطر طبعا كبير جدا. أنه المكان قابل للتنظيف والتعقيم، نفس اللي قلناه على الحمامات، وجود تهوية جيدة وتغيير، طبعا تكون في حفاظات تم التخلص منها بشكل فوري وبشكل مستمر، ما ننتظر إلى نهاية اليوم حتى ما تتراكم الجراثيم. وفيها أماكن غسل اليدين والتعقيم للمربيات، يعني مربية تبدل حفاظة الطفل وبعدها تروح تسوي حليب لطفل آخر، هل احنا موفرين لها، هل المؤسسة التعليمية موفرت لها مكان حتى تغسل إيدها والمكان هذا فيه صابون وفيه ماء؟ يعني هذه التفاصيل الصغيرة قد تسبب لنا مشاكل صحية كبيرة جدا في الحقيقة. الترتيبات الصحية للطوارئ المؤسسة، هل فيها ممرضة؟ يعني الترتيبات الصحية والطوارئ أنا كنت أقصد، بمعنى أنه الجانب الصحي، التعقيم، منو يتأكد أنه في تعقيم جيد؟ منو يشرف على
على المنظفين، مو مسؤول المشرف التنظيف، شخص متعلم عنده تعليم صحي بحيث يقدر يشرح لهم خطوات التنظيف، خطوات التعقيم، ويشوف إذا في أي خلل. يعني هذه مهمة في غاية بصراحة الأهمية، يحتاج لها شخص على تعليم عالي. فيفضل أن الممرضة أو الطبيب الموجود هو يقوم بهذا الدور، ولا يترك فقط لفريق التنظيف. منع العدوى كيف يتم؟ وجود ممرضة مثل ما قلنا، وغرفة تمريض تكون موجودة في المكان، إذا الأطفال اللي يجي طفل وتبدأ عنده أعراض مرضية نخليه بالصف مع الأطفال وينقل لهم العدوى، واللي يروح يجلس مع الممرضة. وأيضا هو يكون تعبان، هل في مكان يرتاح به إلى أن يجون الأهل أو تقديم المساعدة الطبية؟ إذا شخص طفل صار له حادث، وين يكون موجود؟ من اللي راح يعتني به؟ التهوية الصحية بجميع الغرف والمرافق. أيضا الشخص اللي هو مختص صحي يستطيع أن يعطينا النصح والإرشاد. كثير من المؤسسات عندهم ممرضة ما يستثمروها الاستثمار الأمثل، يخلوها فقط لحالات الطوارئ للأطفال لما يتمرضون أو تصير لهم إصابة. لا، ممرضة وجودها ممكن أنه يوفر عون كبير جدا بالنسبة للجانب الصحي بهذه المؤسسات بسبب التعليم اللي أتلقته أو تلقاه. التعامل مع المخلفات وعدم التراكم، فنتكلم هنا على الويست مانجمنت، نظافة الحمامات وأماكن الأكل. ممكن هذا الشخص المسؤول الصحي هو يقوم بالتفتيش، وعنده تفتيش دوري ويعطي تقرير للإدارة. نظافة مكان خزن وإعداد الحليب والطعام، يعني كثير مؤسسات الطفل يجيب معه مثلا لبن، يوغورت، نسميه روبا، جيبها من البيت وتكون موجودة في ما عندهم ثلاجات، تكون موجودة في الممرات في شنطة الطفل. وهذه طبعا في فصول الصيف تكون، فصل الصيف يعني أشهر الصيف تكون حارة، فممكن أنه يفسد الأكل والطفل يصاب ببعض المشاكل المعوية والجهاز الهضمي، والأهل ما يعرفون السبب. الحقيقة قد تكون هذه، لازم نعرف وين في مكان ولا ما في، وإذا ما في مكان الأكل المناسب اللي نرسله مع الأطفال حتى ما يفسد بسبب الحرارة. نظافة الحمامات وأماكن الأكل قلنا. مياه الشرب النظيفة موجودة، من وين يجيبون مياه لما الطفل يسوي يعطون مياه شرب للأطفال، أو لما الطفل يسوي له الحليب من وين يجيبون المياه؟ هل هنالك مسعفون أوليون بأعداد كافية مدربون، وهنالك مرشدو أو مشرفو الحريق مدربون على الإخلاء في حالة حدوث الحريق وأطفاء الحرائق؟ طبعا عددهم لازم يكون كبير جدا في هذه المؤسسات، لأن الأطفال أكثرهم يحتاجون إلى المساعدة في الإخلاء، فمو مثل مدارس الثانوية أو الابتدائي. بعض الأطفال لا يستطيعون المشي حتى في هالعمر، ففي غاية الأهمية هذه النقطة. خطر التحرش والعنف الجسدي، نشوف إيش السياسة الموجودة بالمؤسسة بالنسبة للتعامل مع حالات التحرش أو الشك في حالات التحرش والعنف. هل يغمضون عينهم عنها كما يحدث في كثير من الحالات، أم يقومون بالتحري وتوثيقها والذهاب للجهات الرسمية والشجاعة الكافية لمواجهة الموقف؟ جنس العمال والمساعدين وخلفياتهم وأعمارهم، لا يخفى على أحد. لو نروح الآن في جوجل ونشيك أي إحصائيات في أي بلد، أعداد المتحرشين بالأطفال من النساء ومن الرجال، هنالك نساء يقومون بالتحرش لكن عددهم لا يذكر قياسا بنسبة الرجال. هذه واقع، وهذا الشيء لا يمكن نكرانه بغض النظر عن الأسباب. أنا صار لي نقاش مع عدة مدراء مدارس في هذا الجانب، وكانوا يحاولون أن يقولوا أنه التحرش ممكن يحدث من أي شخص. نعم، لكن الإمكانية والاحتمالية أقل بكثير لو كانوا العاملات من النساء. يجب أنه نتأكد من أنه هذا الشيء موجود في المدارس أو المؤسسات التعليمية، وإيش خلفياتهم وإيش أعمارهم، شكلهم مريح أو لا، سلوكهم مهم جدا أنه نتأكد، لأنه كثير من المشاكل تحدث من هؤلاء تجاه الأطفال. هل هم مدربين وعندهم خبرة على التعامل مع الأطفال؟ حتى لو كان ينظف موجود في مكان فيه أطفال، هل يعرف كيف يتعامل مع الأطفال؟ كيف يتم تسجيل الحالات والتحقيق معها، التحقيق فيها مثل ما قلت، حتى لو حالات الشك أي شك؟ هل هنالك وجود تاريخ لحالات سابقة في المؤسسة اللي أنوي أن أسجل ابني أو بنتي بها؟ هل وجود دوائر كاميرات تلفزيونية CCTV موجودة؟ لأن هذه مهمة جدا أيضا، تقطع الشك باليقين مثل ما يقولوا. وهل هنالك فصل للطلبة حسب الأعمار، خاصة إذا كانت الروضة تقع ضمن مدرسة ابتدائية؟ فنشوف الطفل بالروضة عمره قد يكون 3 سنين ونص أو 4 سنين،
أو 5، والابتدائية ممكن الطفل يكون عمره 13 سنة، فهذا الفرق الكبير بالعمر إذا كانوا ضمن مكان واحد خطر جدا جدا على الأطفال الأصغر عمرا. خطر التنمر والعنف اللفظي، وجود الإشراف والرعاية لكل طفل، مو معناها مربية لكل طفل، لكن كل طفل مجموعة صغيرة من الأطفال لهم مربية مسؤولة عنهم، فنسبة المربيات والمساعدات بالنسبة للأطفال، ما نتكلم هنا عن المعلمات، على المربيات والمساعدات، كاميرات المراقبة مثل ما قلنا، سياسة التعامل مع التنمر والعنف اللفظي مع من العاملين، لأنه قد يأتي هنا أكثر شيء من العاملين مو من الأطفال الصغار. لما نتكلم عن بالذات الحضانة ممكن العنف الجسدي يكون بين الأطفال الصغار أكثر، وتواصل فعال مع الأهل لكل من المعتدي والضحية. إذا كان طفل يتنمر على غيره بشكل متكرر وليس كحادث عابر، يحتاج نتكلم مع أهله، مو بس حتى نشتكي عليه، أنه نشتكي وممكن أنه ننقله أو ما نقبله وجوده بالمدرسة، لكن الأهم ليش الطفل يقوم بهذا العمل. قد يكون يمر بدوامة من الاكتئاب النفسي، أو هو يتعرض إلى عنف خارج المدرسة من العمالة المنزلية، يجي يفرغه على زملاء أو من أخوه الأكبر، يمكن أشياء الأهل يعلموا أو لا يعلموا عنها ولا يعلموا تداعياتها. فمهم إحنا كفريق واحد، الإدارة المدرسة مع الطفل، مع أهل الطفل، نشوف المشكلة. فالأهل الطفل يتأكدون أنه هذه المدرسة راح تتخبرنا إذا تصير مشكلة، سواء طفلنا معتدي أو معتدى عليه، عندهم هذه الشفافية. ننتقل الآن إلى مكان تخزين أو تحضير، في بعض المدارس يتم تحضير الطعام أو إعداد الطعام والشراب للأطفال، وحتى أماكن الأكل، هل هنالك معدات تسخين، معدات تبريد، أماكن تخزين الطعام والشراب، منصات التحضير تكون قابلة للغسل والتعقيم، الأرضيات والجدران كذلك تكون قابلة للغسل والتعقيم، إمكانية غسل اليدين في المكان مهمة جدا للشخص اللي يحضر الطعام، مثل ما قلنا ما يصير يكون مبدل حفاظ طفل ويجي مباشرة يحضر الأكل لأنه ما في مكان يغسل إيده بالحقيقة. كيف يتم التخلص من المخلفات الغذائية، لأنه ممكن تراكمها يسبب حشرات وحتى قوارض وأمراض وإلى آخره من المشاكل، ووجود التنظيف والتعقيم الدوري، مو تتنظف مرة باليوم وبعدين مرة في نهاية اليوم، كل ما مجموعة أطفال تتناول طعامها مفروض يتم تنظيف المكان ولو بشكل سريع تهيئته للمجموعة القادمة. الصفوف وأماكن إقامة الفعاليات التعليمية، سواء كان صف دراسي أو سواء كان صف في بعض الألعاب أو الفعاليات التعليمية. إحنا ما زلنا بالحضانة ودور الحضانة ورياض الأطفال بالمناسبة، فنشوف بالصورة هنا ننتبه على الأثاث اللي موجود، هل به حوافي حادة، زوايا، هل هو في نوع من التلف أو مكسر أو ارتفاعها مناسب للأطفال حتى ما يحتاج الطفل يتسلق حتى يصعد على الكرسي. المساحة مناسبة بالنسبة للصف أو مكان إقامة الفعالية مقارنة بعدد الأطفال المخطط أن يكونوا موجودين في هذا المكان. هل التهوية موجودة والإضاءة والتنظيف والتعقيم للصف؟ جودة الأدوات والألعاب اللي مقدمة، كنا نوعية الأصباغ والعجين وغيرها ومكان حفظها، الأجسام الحادة إذا كانت مستخدمة، والمقص والأقلام كيف نوعيتها وكيف يتم إدارة المخاطر بالنسبة لهذا الجانب، ووجود أسلكة أجهزة كهربائية وأسلاك في الصف إذا كانت مكشوفة، بلقات مكشوفة، ارتفاعها ممكن يوصلها الطفل أو لا، مهمة جدا لأن في غفلة من المشرف ممكن أن الأطفال يقومون بعمل في غاية الخطورة يودي بحياتهم. نتكلم الآن على مكان وترتيبات النوم والقيلولة للأطفال في الحضانة تحديدا، موجود هذا الشيء كثير لأن الأطفال ينامون خلال النهار، فهل هي نظيفة، فيها تهوية مناسبة، التبريد مناسب، لا حارة ولا باردة، تجاه فتحات التكييف، مكان وأغطية خاصة لكل طفل. أنا صارت عندي حالة أحب أشارككم بها هنا، أنه كانت الحضانة اللي تدرس بها بنتي فيها بوليسي أنه الأهل يرسلون البطانية والشرشف حتى الأطفال يأخذون القيلولة، لأن عندهم مراتب موجودة في الحضانة، فيخلون الشرشف الخاص للطفل وحتى الوسادة صغيرة وبطانية ويرسلوها بشكل أسبوعي أعتقد، أنه نغسلها أو نبدلها ونرسل غيرها مع كتابة اسم الطفل عليها. مرة رحت شفت أنه بنتي كانت يعني نايمة، فشفت المكان كان جيد ما في مشكلة، بعض الأطفال نايمين بعضهم صاحين. المرة اللي بعدها لما رحت
كانت صاحية وبعض الأطفال نايمين. فسألت المدرسة سؤال جدا سريع، يعني قلت لها كيف تتأكدين أنه هذه المراتب اللي هي عليها شرشف ثابت لكل طفل أهله يرسلوه ما تتبدل؟ قالت لي لا أنا أكتب اسمهم عليها. قلت لها أريد أشوف المرتبة اللي بنتي تنام عليها وين اسمها مكتوب. أصابها ارتباك شديد، واتضح أنه لا في أسماء تكتب ولا في مرتبة لكل طفل ولا أصلا في مراتب كافية لكل عدد الأطفال. مجرد سؤال بسيط، هذه كارثة طبعا لما الأطفال ينامون والعدوى والأمراض واللعاب لما ينام الطفل وهو مريض ويجي طفل آخر، وليش يرسلوها وليش نغسلها؟ تكلمت مع الإدارة، صارت مشكلة كبيرة وانتهت بفصل هذه المدرسة، وهذا لم يكن الهدف نهائيا. الهدف أنا بس ردت أعرف لما تدعون أنه في خصوصية لكل طفل وإلى اسمه مكتوب ورونيها على أرض الواقع. الأهل يجب أن يسألوا هذا السؤال برأيي، لأن لو لم أسأل لم أكتشف. والمدرسة بالمناسبة الحضانة لقوا حل لهذه المشكلة، يعني أنا ساعدت كل الأهالي لما سألت هذا السؤال. فلو كل واحد يسأل هذا السؤال مهم جدا بالحقيقة، لما يشوف شيء يريد يتأكد منه. قرب المكان من الرقابة، يعني الأطفال ينامون ما يتركون بشكل مهمل، إذا طفل استيقظ أو سقط أو صار عنده أي حالة طوارئ، وجود كاميرات مراقبة بالمكان مهمة لمنع الاعتداء اللي قد يصير على الأطفال، وارتفاع الأسرة مناسب بالنسبة لأعمار الأطفال. مؤشرات مستوى الصحة والسلامة في الحضانة والروضة بعدنا بيها. نتكلم الآن عن السلالم والشرفات والممرات. أكثر شيء السلالم والممرات بالحقيقة موجودة. الممرات يجب أن يكون بها إضاءة جيدة، اتساع كافي حتى لحالات الطوارئ، يعني دائما نفكر حتى لو صار طوارئ وكل الأطفال يحتاجوا يخرجون في نفس الوقت يكفي المكان. هل وجود كاميرات مراقبة في الممرات، لأن أيضا ممكن يصير فيها حوادث اعتداء وعنف أو تحرش، خالية من العقبات اللي قد تسبب التعثر، والسجاد غير المثبت، يعني السجاد إذا ما كان بحالة جيدة أحسن التخلص منه. أحيانا إذا كان قديم الخيوط اللي تطلع يتعثر بها الطفل، السجاد يتحرك ما مثبت بشكل جيد ويسبب مثل عقبات يتعثر بها الطفل، فمهم جدا أنه ننتبه على هذه النقطة. بالنسبة للسلالم والشرفات تكون فيها أسجة بارتفاعات مناسبة، مسكة سياج، يعني هذه مسكة أن إحنا لما ننزل من السلم المفروض نمسك الحافة حتى إذا تزحلقنا نقدر أنه نمسك السلم وما نسقط. بالنسبة للأطفال هي تكون عالية عليهم، فهل هنالك مسكة بمستواهم بمستوى إيدهم حتى لما نعلمهم أنه لازم تمسك السلم يكون هو قادر فعليا على تطبيق هذه التعليمات، ما يكون كلام نظري. فتحات الأسجة للسلالم وحتى للأسجة اللي تكون في الطابق الأعلى للمشرف على الطابق الأسفل تكون صغيرة بحيث الطفل ما ممكن يسقط منها. أنا شفت بعض المدارس ورياض الأطفال فيها الفتحات أكبر من حجم الأطفال، فطبعا قابل للحل، في شبكات وفي غيرها ممكن أنه وضعها لتصغير هذه الفتحات. وهل هنالك أبواب أمام بأسفل وأعلى السلم؟ مهم جدا مراقبة هذه النقطة. والأبواب تكون يعني في بعض الأبواب رديئة فممكن الطفل ينضرب بها ويصاب بوجهه، أنا شفت هذا الشيء موجود في بعض الأماكن، أو الأبواب موجودة لكن لا يتم إدارة الموضوع بشكل جيد فتترك مفتوحة طول اليوم، إيش الفائدة؟ يجب أن نتأكد أنه الاستخدام آمن وليس فقط تركيب أدوات آمنة. أيضاً بعدنا بالحضانة والروضة نتكلم عن الباصات. كثير أهل يودون أولادهم يوصلوهم ويأخذوهم، لكن لو كان هنالك استخدام للباصات نتأكد أن الباصات مجهزة بأحزمة أمان لكل مقعد، مقاعد كافية للأطفال، ما في قسم راح يجلسون مقعد مال اثنين يجلسون بثلاثة، لأن الأحزمة هي مال شخصين فيجلسون عليه شخصين. وجود صندوق الإسعافات الأولية وشخص مدرب على إعطاء الإسعافات الأولية للأطفال بهذا العمر، الإسعافات الأولية للبالغين تختلف عن الأطفال، فيجب الشخص مدرب. من هو السائق؟ إيش عمره؟ إيش مؤهلاته؟ محل ثقة أو غير محل ثقة؟ أنا كشخص كولي أمر من حقي أنه أشوف هذا الشخص وأقرر بناء عليه، ويكون لي رأي بالنسبة للمدرسة باختيارهم. الإشراف والتواصل أثناء الرحلة. أجهزة التعقب الآن كثير من الأماكن والمدارس تستخدمها وهي مهمة جدا ومفيدة فعالة. المسار اللي ياخذ السائق، السرعة، إذا خرج راح في مسار آخر وبقى مع طفل أو طفلين شيء ينذر بخطر. طبعا وجود المشرف أساسي جدا من البداية إلى النهاية يحل كثير من هذه المعضلات، خاصة إن كان المشرف هي امرأة من فريق التدريس، يعني يحل كثير. لكن أجهزة التعقب ضرورية،
جدا وجودها في الحافلات، وماذا سيحصل لو صارت حالة طوارئ، لو صار حادث، من اللي يتصل؟ يعني يكون في خطة طوارئ السائق يعرف بها والمشرف كذلك. وعملية الصعود والنزول للأطفال، نعرف أن الباص يكون عالي، من اللي يساعدهم بالصعود والنزول؟ هذه مهمة جدا. مرات احنا ما نستخدم الباص، احنا نوصل اولادنا او بناتنا، لكن لما تكون هنالك رحله وما نريد نحرمهم من فائده الرحلات الكبيره راح يستخدم الباص. فايضا هنا لازم نتاكد نكون متاكدين ان الباص مسبقا لما تكون رحله نوافق او ما نوافق العوامل اللي ناخذها بنظر الاعتبار، المكان اللي راح له الاطفال، المسار هل هو امن ام لا اللي راح يسلكوه، مدى بعده، الجو في هالمكان اذا حاره وشمس وما في ظل او العكس، نسبة الإشراف اللي راح تكون متوفرة بالرحلة لازم تكون أعلى من الإشراف الموجود داخل المدرسة. يعني إذا بالصف كان مدرسة ومشرفة، لما يكون رحلة يمكن لازم مشرفتين أو ثلاثة لنفس عدد الأطفال لأن المكان مفتوح. إسعافات الأولية موجودة والتواصل مع الإدارة إذا صارت طوارئ، مدة الرحلة والمسار والطعام والحمام كيف راح يكون متوفر للأطفال، من راح يقوم بالاهتمام بهذا الجانب لأنه هذا واقع الحال. يعني لما نتكلم الآن على المدارس الابتدائية، وتلاحظون احنا صرفنا أغلب الوقت يعني على الحضانة والروضة لأن هم الفئة الأكثر عرضة بالحقيقة للمخاطر. الابتدائية أيضا فيها مخاطر كبيرة جدا، وكثير من الحوادث تصير في هذا العمر، كثير منها تشبه اللي ذكرناها خاصة بالروضة فما راح نكررها، لكن هنالك مخاطر خاصة تخص هذه الفئة العمرية هنا راح نركز عليها. العنف مثل الضرب والدفع من السلم من الأقران يصير هنا في هذا العمر كثيرا خاصة بين الأولاد، التنمر والعزل للأقران والمحاربة النفسية تصير أكثر بين البنات بالإحصاءات، وحتى قد يدفع إلى الانتحار. يعني موضوع التنمر في المدارس صعد على السطح قبل كم سنة في بريطانيا لما انتحرت مراهقة، ولما راحوا شافوا الكاميرات المدرسية اكتشفوا أنه كانت تتعرض للتنمر على مدى فترة طويلة جدا، وصيبت بالاكتئاب، لم يستطيع أحد مساعدتها ولم تستطيع البوح عن المشكلة بشكل كبير، أنهت حياتها. فأصبح من الأمور في غاية الأهمية في المؤسسات التعليمية، موجود عند الأولاد والبنات، بس العنف أكثر عند الأولاد والتنمر أكثر عند البنات، لكن الاثنين موجودين بين الفئتين. التحرش والاغتصاب من قبل الأقران هنا نقدر نشوفه، وليس فقط من الأشخاص المتواجدين البالغين المتواجدين في المؤسسة التعليمية. الغرق بالمسبح، وصارت حادثة أنه طفل غرق في المسبح قبل كم سنة لأن كان عميق جدا ولم تكن هنالك وسائل إنقاذ بالمكان، أو حتى لاكتشاف المشكلة إلا بعد ما اكتشفوا أنه غرق ما تم إنقاذه. حب التجربة كالعبث بالكهرباء موجود، والتحدي بين الأطفال، القيام بأعمال خطرة تنطوي على المجازفة مثل القفز من الارتفاعات العالية من سطح من غيره، التعثر والانزلاق على الأرضيات الخطرة أيضا لأنه شوية حركتهم تكون أكثر بهالعمر فممكن يتعرضون إلى حوادث أكثر، ممكن طفل متعمدا يقفز من السلم فطبعا يضع نفسه في خطورة كبيرة. الإشراف هو الحل وطبعا الكاميرات، لكن المشرفين أثناء الفسح أو الفراغات بين الدروس يعني حل مهم جدا يسيطر على هذه المشكلة. نتكلم عن المدارس الثانوية، أيضا بعض المشاكل الموجودة بالابتدائية موجودة هنا، ما راح نكررها لكن نركز على الأشياء الجديدة اللي قد تكون موجود تخص هذه الفئة. العنف قلنا والدفع والتنمر أيضا موجود، الانحرافات السلوكية والجنسية حتى الشذوذ ممكن أن يكون موجود، أو العلاقات بين الأولاد والبنات أو بين من نفس الجنس في غاية الخطورة في العمر، لأن الأطفال ما عندهم اللي هم يسموه السكس إدوكيشن، ما عندهم تعليم عن هذا الجانب، فقد يرتكبون أعمال لا يعرفون فداحتها أو لا يعرفون خطورتها، وخاصة لما تكون هنالك أعمار مختلفة. الإدمان على التدخين والمخدرات في كل دول العالم، هذا الفئة العمرية خطرة جدا وتنتشر ممكن بين المدارس، يعني ممكن الطفل يلتقط هذه العادة من المدرسة من أصدقاء السوء. الغرق بالمسبح مثل الفئة العمرية السابقة، وكذلك القيام بأعمال خطرة.
في نهاية هذه الحلقة التدريبية أتمنى أن نكون نجحنا في تغطية أغلب المخاطر الموجودة كدليل للأهالي لمراقبة المؤسسات التعليمية ومدى صلاحيتها لانتساب الأطفال لهم، أو إذا أطفالهم منتسبين إذا في ملاحظات يناقشوها مع الإدارة، هذا حقهم الطبيعي. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم من هذه الحلقة، وسألقاكم في الحلقة القادمة النقاشية نتحدث فيها عن سلامة الأطفال والمراهقين في الأماكن العامة. شكرا لحسن استماعكم، وأتمنى أن تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من خدماتنا. شكرا جزيلا.